فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للرجل أن يخرج جزءا من زكاة ماله إلى محتاج حاجته ملحة، علما أن الزكاة لم يحل موعدها بعد، بل تحل بعد شهرين تقريبا؟ يجوز تعجيل الزكاة للحاجة، لا بأس، بل يجوز تعجيلها لسنتين للحاجة إذا دعت حاجة إلى هذا. استعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس لما جاءت حاجة. نعم.